وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خاف الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا ورجع إلى البيت يرتجف من الفزع. وسألته زوجته السيدة خديجة فأخبرها ما حصل له، فقالت: لا تخف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وذهبت إلى ابن عمها ورقت ابن نوفل، وكان عالما بالنصرانية، فأخبرته بالموضوع فطمأنها وبشرها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا، وأن الذي نزل عليه هو نفس الوحي الذي نزل عليه عيسى وموسى عليهما السلام. وبهذه الطريقة تكون قد انتهت قصتي. هل أعجبتك يا دانيا؟